بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. عايز اقول لك حاجه قبل ما نبدا الفيديو. في عالم كره القدم في مدربين ممكن تبطل لعيبه كوره، في مدربين ممكن تفشل لعيبه بطريقه مريعه جدا وتلاقي ان اللعيب خلاص الكيمياء بتاعته مش راكبه مع المدير الفني وان اللعيب ده صفقه فاشله. وده حرفيا اللي كان بيتقال على كايا فيرتز ايام فرانك لامبرتو. فرانك لامبرتو حرفيا كان بيهاجمه في الاعلام وخلاص، هو جربته في كل مكان وهو اللي مش نافع، انا بدي له كل الفرص الممكنه وهو اللي لعيب سيء والكلام ده، مع اننا كنا شايفين ان والله الفرقه كلها واقعه من فرانك لامبرتو نفسيا، وان الموضوع مش على كايا فيرتز فقط، الموضوع حرفيا على كل اللعيبه الجدد، وانت مدير فني فاقد اهليه التعامل مع الجواهر واللعيبه المميزه. لحد ما وصل توماس توخيل اللي حرفيا عارف يتعامل مع كل لعيب ازاي، عارف ان هو بيتعامل مع لعيبه شباب جواهر عالم كره القدم منتظرها. يعني عالم كره القدم منتظر لعيب زي موسم مونتو والكره الانجليزيه منتظره، لعيب مميز جدا ولعيب جيد جدا، لعيب بتطور كل فتره والتانيه، وبتلاقي ان الولد مستواه بيعلى ومستواه ثابت في تاديه اداء معين جوه الملعب، وهو اداء جيد جدا لحد اغلب الوقت بتلاقي ان هو وصل لاداء مثالي. عارف بيتعامل مع حكيم زياش ازاي، حكيم زياش هيكون موجود امتى وفي اي مباريات حكيم زياش هيبدع فيها، واي مباريات حكيم زياش هيكون قادر على ان هو يخلق الفارق فيها، امتى كاي هافيرتز يلعب مهاجم، علشان خاطر كاي هافيرتز سيء في حته ان هو يلعب على الاجناح لانه لعيب مش سريع ولعيب واحد على واحد مش بيعديها كتير، انما حته لما يلعب مهاجم ده معناه ان هو هيكون مهاجم محطه جيد جدا، هيطلع زمايله تيمو فيرنر يخش لجوه وهو يطلع لبره، هيستنى موسم مونتو تقدماته اللي جايه وهو حكيم زياش زي مباراه النهارده قدام فولهام. فهتلاقي ان جايا فيرتز توظيفه كمهاجم فكره جيده جدا، والبدايه بال 3 5 2 النهارده كانت فكره جيده، اعتقد ان هو بيفكر فيها عشان يلعب بيها مباراه ريال مدريد. 3 5 2 النهارده كانت جيده جدا. بيلي جارمور موجود على يمينه حكيم زياش، وعلى شماله موجود موسم مونت، ومسموح لهم ان هم يعملوا تقدمات هجوميه، ومفترض ان بيلي جارمور هو اللي بيشيلهم في الحاله الدفاعيه مع ريس جيمس ومع بن شيرويل. المعروف ان بن شيرويل جيد جدا في اداء الادوار الدفاعيه، وريس جيمس برده لعيب بيجيد الادوار الدفاعيه، فهتلاقي ان هم بيغطوا التقدمات اللي بيعملها حكيم زياش واللي بيعملها موسم مونت، لان تشيلسي مطالب ان هو يكسب النهارده. فاغلب الوقت هتلاقي ان في تقدمات من حكيم من موسم في العمق، وده فعلا اللي حصل في لقطه الهدف الاول. موسم مونت بيقدر يعمل ترويج ولا اجمل ولا اروع من كده ما يعملوش غير موسم مونت او رياض محرز عادي جدا. يعني تلاقي ايه ان الكره صعبه جدا والراجل بيستلمها بسلاسه وبيسرب يلعبها لكايا فيرتز، اللعيب اللي عنده برود قدام المرمى يحسب ليه، الراجل بياخدها وبيسجلها عادي جدا عشان خاطر تشيلسي اول مباراه تلاقيه بعد اول 10 دقائق راكب الجيم 1-0 لتشيلسي. تشيلسي جيد، تشيلسي التقدمات اللي بيعملها كريستيانسون واللي بيعملها كورت زوم واللي بيعملها تياجو علشان خاطر تلاقي ان مفيش مساحات موجوده ما بين الاطراف وما بين خط الدفاع كانت جيده جدا. بيلي جارمور عمل مباراه جيده جدا، حكيم زياش برضه شرحه، موسم مونت شرحه، كايا فيرتز شرحه، تيمو فيرنر رغم انه كان بيضيع ورغم ان واضح ان تيمو فيرنر مش عارف يسجل ومش عارف يرجع الثقه، بس مع ذلك هو لعيب جيد جدا في منظومه تشيلسي. الراجل على الاقل بيحاول ان هو يكون لعيب صنع العاب اغلب الوقت اكتر ما هو فيروت. الراجل حرفيا حكيم زياش لعب واحده مثاليه لموسم مونت، موسم مونت لعبها لتيمو فيرنر، تيمو فيرنر راح على الطرف ورفع عينه وشاف حكيم زياش جاي من بعيد، لعب الكره كروس لحكيم زياش ولا اجمل، حكيم بيحطها بس الفرصه بيقول لا بيطلعها، وده اللي بيثبت لك قد ايه ان اللعيب ده متحرك وان اللعيب ده ما بيملش ولا بيكل، وممكن يفضل يجري طول الوقت ويحاول ان هو لو رجليه مش ماشي على المرمى يلعب لزمايله اكتر علشان هما يسجلوا، ودي شفناها في اوقات كتيره جدا. تيمو فيرنر بيكون رايح انفراد هو زميله وبيباصيها لزميله، فتيمو فيرنر لو ما سجلش هو برده مفترض انه يكون موجود في التشكيله الاساسيه بتاعت تشيلسي. الشوط الاول بيخلص 1-0 مع التالقات اللي كان بيعملها ميندي ناحيه تشيلسي، لان ميندي زي ما احنا متفقين حارس جيد جدا، حارس مجتهد جدا، حارس بيتعب على كل كوره، حارس كل كوره بتتشاط عليه بيحاول على قد ما يقدر ان هو يروح معاها، بيحاول على قد ما يقدر ان هو يتابعها، ما بيبخلش باي نقطه عرق خالص جوه الملعب، فده حارس جيد جدا، حارس مفترض ان انت تحترمه حتى لو انت من مشجعين مش مشجعين تشيلسي. والشوط الاول بيخلص على كده. خلاص خلصنا، بنبدا الشوط الثاني بنفس الطريقه، تشيلسي عايز يجيب الهدف الثاني عشان يخلص، وفعلا بيقدر كايا فيرتز ان هو يجيب الهدف الثاني. بتلاقي ان تيمو فيرنر بيطلع لبره وبيبصيله وكايا فيرتز بيخش لجوه علشان خاطر كايا فيرتز يجيب الهدف الثاني، وبعدها كايا فيرتز برده بيجي له انفراد كان ممكن يسجل منه الهدف الثالث، مش عارف الحكم حسبها اوفسايد ازاي مع ان انا ما كانش اوفسايد ولا اي حاجه، بس
هو بيفشل في تسجيلها علشان خاطر تلاقي ان المباراه بعد 2-0 ماتت، وتلاقي ان خلاص يعني مطلوب من تيمو السخن ان هو يريح حكيم، يريح موسو مونت، يسيب كايا فيرتز وتيمو فيرنر في الملعب شويه عشان خاطر ياخدوا حساسيه المرمى ويحاولوا ان هم يسجلوا علشان يرجعوا الثقه اللي كانوا فاقدينها جدا من اول الموسم، لان كان في مدير فني شايف ان العيب فيهم هو هم، وان هو مدير فني ملاك واللعيب مش فيه هو خالص، ولا هو اللي مش عارف يتعامل معاهم ولا اي حاجه. فمستوى اللي بيقدمه كايا فيرتز ده يشكر عليه اولا واخيرا السيد توماس توخيل، اللي عرف ازاي ان هو يوظف كايا فيرتز، اللي عرف ازاي ان هو بيتعامل مع جوهره من جواهر عالم كره القدم المنتظر بزخه، وهو كايا فيرتز راجل عارف يوظفه كويس جدا. حته مهاجم تاني دي فكره جيده جدا، لان كاي مثالي للمركز ده، لعيب جيد جدا، لعيب تشيلسي تشيلسي كان منتظر منه حاجات كتيره يقدمها، وان شاء الله باذن الله هو قادر ان هو يقدم حاجات كتيره لمنظومه تشيلسي. مباراه تشيلسي بيقدر يخلصها 3-5-2، اتمنى ان هو يعتمد عليها مباراه ريال مدريد، واتمنى كمان ان هو يحط حكيم زياش ويحط كريستيان بروسيتش، وكمان تلاقي كده ان في موسو مونت او في كاي هافرتز موجود في رود. اتمنى التوفيق لتشيلسي علشان خاطر انا مش مشجع ريال مدريد، واتمنى برضو ان تشيلسي ياخد مركز رابع لان مش بحب ليفربول. ممكن تعمل لايك او تعمل سبسكرايب للفيديو عجبك، ولو ما عجبكش اعمل ديسلايك عادي وانزل اشتم وقول اللي انت عايزه.